في حضرتك شايف الوضع في مصر كده عامل ازاي الفتره الجايه؟ السباق ممكن يبقى مش الاول، هو انا اتمنى ان الوضع يهدى، ومصر النهارده بتمر بتجربه ديمقراطيه حقيقيه، والمواطن المصري اصبح لديه فرصه رائعه في التعبير عن صوته، في ابداء رايه وابداء رغبته في من يختار، وده في حد ذاته منصب كبير. فانا اتمنى ان الامور تسير في مسار طبيعي، والصندوق هو اللي هيحدد مين فعلا رئيس مصر. نتكلم عن المباراه المهمه بتاعت منتخب موزمبيق برضه، حضرتك شايف الماتش ازاي؟ نخرج من هنا ضربه البدايه ان شاء الله في التصفيات اللي جايه الافريقيه المؤهله لكاس العالم، حضرتك شايف ضربه البدايه انت بعد؟ انا شايف ان المباراه تكون في غايه الاهميه، لان البدايه مهمه جدا، وطبعا منتخب مصر في فتره الاعداد اللي فاتت ما كانش مرضي، انا من وجهه نظري الشخصيه اعداده كان هزيل بنسبه كبيره، المباريات كانت هزيله، لكن اتمنى ان روح البطوله وروح المباريات القويه الجاده تظهر في مباراه مصر امام موزمبيق ان شاء الله. حضرتك شايف الظروف اللي البلد مرت بيها الفتره اللي فاتت اثرت شويه على معسكرات الاعداد؟ كابتن بوب رابي المدير الفني ما قدرش يعمل ماتشات. انا اتصور كده، انا اتصور ان الظروف المحيطه بما يحدث في مصر اثر كثيرا على الاعداد في منتخب مصر، وكفايه ان المسابقه نفسها متوقفه، فبالتالي انا شايف فعلا ان هناك بعض السلبيات خارجه عن اراده الجهاز الفني الحدثي بالنسبه لاعداد هذا الفريق.